أثار تكريم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين للأديب والصحفي محمد العرب بدرع يحمل اللونين الأحمر والأخضر أثار انتقادات واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره بعض المدونين تناغما مع العلم المقترح أن يحل محل العلم الحالي للبلاد. وقد أصدر اتحاد الأدباء بيانا قال فيه إن الألوان مستوحاة من علم البحرين الذي يحمل المكرم جنسية التي يحمل المكرم المكرم عفوا جنسيتها، مؤكدا احترامه للدستور وعدم السعي إلى الخروج عنه. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. استبق اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين التعديلات الدستورية ومقترح بشأن إجراء تعديلات على علم البلاد، فقام بنسج علم جديد ووشح به ضيفه الكاتب الصحفي محمد العرب. اتحاد الأدباء أخذ العصا من الوسط عندما جمع بين اللون الأحمر ولون العلم الوطني، مرسلا رسالة تأييد ومساندة ممهدة للحملات الدعائية لمشروع تغيير العلم الوطني الحالي للبلاد، خطوة تأتي في سياق سياسي يتسم بالتجاذب والصراع. وما إن نشرت الصور حتى نالت نقدا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، فبينما اعتبر البعض الاتحاد هيئة غير سياسية، كان من واجبها مجافاة التملق السياسي لتعديلات لما تخرج للعلن بصورة نهائية، فيما رآها آخرون تسوق المزاج العام للمسيطرين على الاتحاد فيما يتعلق بتجربتهم مع أنظمة الحكم المتعاقبة ولا أن مطلقا لا يعرف التزحزح، توظيفا لأدوات الشعر والأدب تحنثا في محراب السلطان. فيما أصدر الاتحاد بيانا قدم فيه رؤيته لألوان الدرع التي قدم للضيف البحريني، مشيرا إلى أن هذه الدرع مستوحاة من العلم البحريني الذي يمزج بين الأحمر والأبيض. وقد رأى المنظمون أن يقدموا لضيفهم درعا يحمل ألوان العلمين الأخضر والأحمر ومن حولهما الأصفر والأبيض، إلا أن صورة التقطت من الرجل يلبس الدرع مقلوبا وفي باطنه يسود اللونان الأحمر والأخضر، وصحح وضعه حين لاحظها المنظمون. وأكد الاتحاد أنه ينشط في ظل دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ولا يسعى للخروج على أي مادة منصوص عليها في ذلك الدستور، منوها بأن الاتحاد مزيج من كل الاتجاهات السياسية والثقافية والأدبية ولا يتفق فيه اثنان إلا على الأدب، وقد أجمعوا أن تكون التجاذبات السياسية والإثنية محظورة في أعمال ونشاطات الاتحاد. أشاد رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين محمد اللحظان بالعلاقة الثقافية بين موريتانيا والبحرين، وذلك على هامش تكريمه للصحفي والأديب البحريني محمد العرب، كما أشاد باعتزاز محمد العرب بموريتانيا وثقافتها وشعرها. جاء ذلك خلال أمسية أدبية شارك فيها عشرات الشعراء والأدباء والكتاب. نرحب ترحيبا من القلب على ثلاثة أقانيم. الأقنوم الأول محبة الموريتانيين لأصولهم وللعراق. الأقنوم الثاني محبة الموريتانيين للبحرين، وليس خراج البحرين، محبة الموريتانيين للبحرين التي تمثل الضفة الشرقية من العالم العربي، ونحن نمثل الضفة الغربية من العالم. فكأن بين الضفتين والدفتين علاقة قربة، والطرف يحن إلى الطرف. الأقنوم الثالث محبة محمد العرب لموريتانيا. هذه المحبة. هذا ويقول اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين إن استضافته للأديب محمد العرب تأتي في سياق برنامجه الهادف إلى تفعيل الجسور الثقافية بين موريتانيا وباقي البلدان العربية، حيث قرر استضافة أديب عربي كل شهر. أود في هذا السياق أن أسلط الضوء قليلا على مشروع ضيف في بلاد المليون شاعر. في إطار الانطلاقة الجديدة لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بعد الانتخابات الأخيرة، قررنا أن نفعل بالإضافة إلى المهرجانات والأنشطة المتعددة ومشاركة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين على الصعيد العربي والعالمي في مختلف منابر الكتاب العرب، وآخرها المؤتمر الأخير في دبي والذي شارك فيه وفد من الاتحاد في مؤتمر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وكان حضور موريتانيا فيه فاعلا ومتميزا، وسلط البيان الختامي لهذا المؤتمر الضوء على موريتانيا وأشاد بالبعد الثقافي للقمة العربية التي انعقدت في موريتانيا برئاسة فخامة الرئيس السيد محمد عبد العزيز.
تفعيلا لهذا المسار قرر اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بإمكانياته المتواضعة أن يستضيف كل شهر ضيفا متميزا من العالم العربي في إطار مد جسور التواصل بين موريتانيا وهذا البلد، انطلاقا من الدور الذي يلعبه هذا الاسم العربي في عالم الثقافة والأدب. فكان أول ضيف سيتم تكريمه في هذا السياق، وأول ضيف وجهت له الدعوة هو الشاعر والكاتب محمد العرب. من جهته رحب الأديب والإعلامي البحريني محمد العرب بتكريمه من طرف اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، معبرا على هامش تكريمه عن حبه لشنقيط وشعرائها. حصلت في مسيرتي على الكثير من الأوسمة والدروع التكريمية، إلا أن ذروة سنام النجاح هو أن أكرم اليوم من طرف الشعب الموريتاني. أن أكرم اليوم من طرف الشعب الموريتاني من طرف الشناقطة، وما أدراك ما الشناقطة. وتزداد سعادتي أكثر كون هذا التكريم يأتي من طرف هيئة اعتبارية رمزية حضارية هي اتحاد الأدباء. ومن للعرب غير الأدب، ومن للأدب إلا الشناقطة. سادة الحرف والسحر والبيان وسدنة الوصف، ففي موريتانيا التي أعرفها وأعشقها إن لم يبهرك شاعر أدهشك أديب، أو سافر بك إلى المجهول راوي، أو اصطحبك إلى الآفاق مفكر. إن هذا التكريم هو وسام شرف لشخصي ولأسرتي ولبلدي، وهو تشريف ما بعده شرف. هذه مناسبة لأعترف لكم وأنتم قبلة العلم والعلماء والقوافي والعطاء، إنني أحببت الموريتانيين وموريتانيا بكل جوارحي.